السلام عليكم. اليوم نتكلموا على عملية تاع التحديث نتاع ملعب شلف، واللي راهي يعني قضات أشواط متقدمة. المهم والأهم هو أنه هذا الملعب والملاعب يعني بصفة عامة لازم تتوضع تحت تصرف الشباب والفرق، يعني الصغرى، باش نطوروا الكرة تاع القدم ونطوروا الرياضة بصفة عامة ونطوروا الرياضة، وخاصة ألعاب القوى في هذه الملاعب. هي لازم يكون هذه الشروط، وكاين هذه الشروط من طرف وزارة الشباب والرياضة، تفرض شروط نتاع الاستعمال اليومي والدائم لهذه المنشآت لتطوير الرياضات الشبانية في الجزائر، باه تتمد يعني الميزانية نتاع التحديث نتاع هذه الملاعب. اما نحدث الملعب ونطوره ونرينوفيه كما نقولوا احنا، وبعد نخليه مغلق غير للمقابلات تاع البطوله الوطنيه، ويبقى مغلق طول العام ويبقى يقدام ما نستفادش منه، هذا امر غير منطقي وغير طبيعي، ولازم تكون فيه استعمال يعني نتاع المنشآت الرياضيه هذا في تطوير الرياضه. سينو ساسيراريان نصرف الاموال، في تجديد الملاعب، ومن بعد نخليها عرضه للاهمال والنسيان والتدهور. نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله الميساج يلحق المسؤولين تاع الملاعب هذه وتاع الفرق هذه، باش تدارك الموقف. والسلام عليكم.